تمكنت الأجهزة الأمنية من إفشال عملية إرهابية بسيارتين مفخختين داخل مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة. وذكر مراسلنا في المحافظة نقلا عن مصدر عسكري أنه تم إفشال محاولة تفجير سيارتين مفخختين في محيط مستشفى عتق بعد الاشتباه بهما، مشيرا إلى أن خبراء من محور عتق العسكرية تمكنوا من تفكيك مفعول السيارتين الملغومتين، كما دمرت سيارة ثالثة مفخخة في النقبة كانت في طريقها إلى عتق. مزيد من التفاصيل يضعنا فيها مراسلنا من شبوة زبين عطية. زبين مرحبا.